حياكم في فيديو جديد من الزبدة. اليوم راح نشوف باور كيوب اكستندد ريموت. من بعيد تقدر تشغل محول الكهرباء. ديزايند اند ميد باي الوكا كوك. شنو هذا المحول الكهرباء وليش حطيته على الزبدة؟ البوكس طريقته غريبة ما يفتح. اوكي ينفتح من فوق. هذا لغز مو كرتون. شنو هذا؟ لا 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 اوكي ويطلع معانا الريموت. باتري فري ريموت، يعني الريموت ما في بطارية. شيء وايد حلو. باجل يسووا كرتون نفس الأوادم، مش حالاتهم أبل لما يسووا الكرتون يتبطل وبعدين أنت معك هذا المحول مع ستاند ولزاق علشان إذا تبي تحطه أو تلزقه بمكان معين. أربع أماكن كهرباء. ترعى الدقمة الحمراء يشتغل، ترعى الدقمة الحمراء مرة ثانية يتسكر ما يشتغل. لازم تقرأ الكتيب، مو كل مرة تقعد قطة على جنب تسوي له بيرينج مع الريموت. اشتغل سويتش من دون بطارية. باقي المنتجات اللي يسووا نفس الشيء هذا يحتاج بطارية، يعني لازم القطعة هذه تبدل بطاريتها كل شهر أو شهرين. راح أخذ ريموت وراح أقف آخر الغرفة هناك راح نجرب. خطير. أقوى محول كهرباء موجود الحين بالسوق، ميدن هولندا. ميدن هولندا باور كيوب اكستندد ريموت. سو سبسكرايب. لا تنسوا سبسكرايب.